السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذا الخبر الذي يتحدث عن الفنانة الكويتية انتصار الشراح، ونظرا لظروف الفنانة انتصار الشراح المرضية التي تمر بها في هذه الأيام والتي جعلها تسافر خارج البلاد وظروفها الصحية صعبة جدا، نتمنى لها السلامة. ونقدم للقراء الأعزاء نبذة سريعة عن الفنانة انتصار الشراح. هي ممثلة كويتية اسمها انتصار علي الشراح، من مواليد 5 نوفمبر عام 1962، وتبلغ من العمر 58 عاما، وزوجها هو مازن سالم التميمي. أما أبنائها فهم دلال وسالم وعلي، تعمل في مجال التمثيل منذ عام 1981. كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية باي باي لندن، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1985. شاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية، حتى إنها شكلت ثنائي مع الفنان داود حسين، وقدم سويا أبرز الأعمال الكوميدية مثل مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل عش الزوجية، فضائيات. وهي كما قلنا متزوجة من مازن سالم التميمي، ولديها 3 أبناء هم دلال وسالم وعلي. أما عن ارتداء الحجاب، في عام 2002 ارتدت الحجاب ولكنها استمرت بالتمثيل، ولكن قل ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. من أعمالها المسرحية باي باي لندن عام 1991، وكانت تجسد دور سميرة تسمع تضحك في عام 1983، سندريلا عام 1983، الإنسان الآلي عام 1985، الطنط اللي يضحك عام 1986، البنبرة عام 1986، الدكتور سنهات عام 1987، أرض الفيرو أرض وقرض 1987، الكرة مدورة عام 1988، لولو الصغيرة عام 1989، لولاكي عام 1989، نصب واحتيال 89، وراهم 90، أزمة متعدي، وهذه المسرحية عرضت في مصر عام 1990-1991، وفي 1990 قدمت الجزء الثاني من لولاكي، وفي 1990 زواج بالفاكس، 1992 عرضت هذه المسرحية أيضا في قطر. الحقيقة أن أعمالها أيضا في المسلسلات كثيرة، منها خرج ولم يعد. ما قدمناه عنها في المسرح هو مجرد نماذج ليس الحصر، ونقدم أيضا نماذج من أعمالها الدرامية، خرج ولم يعد، الأسوار، عائلة فرق تنور، فوق تنور ساخن، إلى من يهم الأمر، المغامرون الثلاثة، بول فلوس، عادة ولكن خذ وخل. الكذب ينفع أحيانا. بذلك نقول قدمنا لكم نبذة سريعة عن الفنانة انتصار الشراح، ونتمنى أن تعود بخير من رحلتها العلاجية خارج البلاد. شكرا لكم.